في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة في حفظك لكتاب الله عز وجل يجب عليك أن تخصص وقتك وجهدك لهذا الحفظ، وهذا الأمر قاعدة من أهم القواعد لحفظ كتاب الله عز وجل. اليوم إذا تبي تحفظ القرآن لا تقول أنا ما عندي وقت، لا تقول يوم أحفظ عشرة، لا، لا تجعل حفظ القرآن بالنسبة لك في يومك ثانوي. القرآن عزيز، لا تجعله من فضول أوقاتك. تروح تقعد من واحد يقول لك أنا ما عندي وقت، وأنا أجزم الآن وعلى يقين أن غالبنا الآن عندنا وقت، ولكن نخدع أنفسنا أن إحنا مشغولين عن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا الآن أبي أضرب لك مثال بسيط جدا. الواحد إذا قالك أنا مشغول وأنا ما عندي وقت، الصبح دوام وعندي أولادي وأحفادي وعندي عملي الخاص، إذا بعيد عنكم أصاب مرض سكر أو قلب بعيد عنكم، راح للدكتور، الدكتور قال له شوف يجب عليك أنك تخصص لك وقت تمشي فيه، ساعة في اليوم لازم تمشي عشان صحتك، لأن صحته أولوية ولأنه يحب صحته ويخاف على نفسه، راح يجعل له ساعة في اليوم حتى لو ما عنده وقت يخلقها. كذلك القرآن إحنا نحبه، وإنت بتحفظ القرآن وعارف شنو رب العالمين راح يعطيك بهذا القرآن العظيم، اجعل له وقت، اخلق لك وقت لحفظ كتاب الله عز وجل. هذا أبو صالح رجل كبير في السن، يوم من الأيام كان يحفظ القرآن ولكن ما عنده وقت، شعر أن هذا القرآن يجب عليه أن يحفظه، يبي يحفظ القرآن، شعر بأهمية حفظه. تدرون شنو الوقت اللي اختاره؟ روحة الدوام من نص ساعة والردة من الدوام. تقول لي شلون هو قاعد يسوق سيارة؟ يقول لك لا، عنده سايق وقاعد ورا. النص ساعة وهو رايح يحفظ صفحة أو نص صفحة، وهو راجع يراجع ويحفظ له زيادة، وعلى هذا المنوال حتى حفظ القرآن. ليش؟ لأنه جعله أولوية. كتاب الله سبحانه وتعالى عزيز، عطى من وقتك، لأن رب العالمين وضح لك شنو لك بعد حفظ هذا القرآن العظيم. قابلت شابا في جمهورية مصر العربية فقد بصره وهو في الرابعة من عمره، بعدها توجه بعد حث والداه إلى حفظ القرآن الكريم حتى ختمه. تعلمت من معاذ أن لكل مجتهد نصيب. اليوم أتينا إلى رحلة طويلة جدا ومتعبة، ولكن أتينا إلى مكان يستحق هذا التعب وهذا العناء. نحن الآن في المحافظة الشرقية في جزيرة السعادة. كيف حالك يا شيخ معاذ؟ الحمد لله. كيف حالك يا حبيبنا؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله. أنتم في جزيرة السعادة وأنا الآن أشعر بسعادة كبيرة أني أجلس معك. الحمد لله. طيب شيخ معاذ، نعم، يعني أبي أعرف قصتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأت وعمرك 6 سنوات. نعم. كيف كانت هذه البداية؟ والله أنا بدأت هذه البداية وكانت يعني رحلة شاقة، ولكن كنت أعلم أنها ستكون في النهاية متاعا للإنسان، وفي الآخرة إن شاء الله سيكون القرآن لي شفيعا. لذلك صبر علي والدي ووالدتي، وصبرت وتحملت المشقات. ما كنتش أتهاون أبدا في يوم مهما كان تعبان. كان يروح المدرسة الصبح ونطلع من المدرسة على الدرس القرآن، وبعدين نيجي من الدرس نراجع الماضي ونحفظ الربع اللي الأستاذ ادهوله. وكنت أنا عامله ماضي في اليوم جزئين، يا يقوم الصبح بدري في الفجر يا آخر النهار، فيقول يا ماما أني تعبان، أقول نبدأ بالقرآن وإن شاء الله يزول العناء. فعثرنا على مولانا الشيخ جمال سعيد ديب وهو يقطن في مدينة الزقازيق،
وعرضنا عليه الأمر. الرجل رحب وجزا الله خير، وكانت المسافة زهاء من 10 إلى 12 كيلو. كنت تذهب إلى شيخ، أنا أعرف قصة. نعم. أنك نعم. كنت تذهب بالموتوسيكل. نعم. نعم. مع الوالد. إلى أين كنت تذهب بهذا الموتوسيكل؟ كنا نذهب في محافظة الشرقية. نعم. في مكان يسمى إلى اسمه جراش الأوتوبيس. نعم. نعم. اسمه جراش الأوتوبيس. كم يبعد عن منطقتكم تقريبا؟ سرعة الموتوسيكل. نعم. نأخذ 3-4 ساعة. نعم ما شاء الله، ساعة إلا ربع تقريبا. نعم. كنت أشرف بركوبه خلفي، وكانت الماكينة لها بربريز زجاج أمامي، فطبعا أنا لست حافظا للقرآن كله، فكنت أكتب الربع الذي يحفظه معاذ على ورقة وتلصق أمامي كي لا نضيع وقتا، ومعاذ يقرأ علي وأصوب له الأخطاء ونحن أثناء السير. واحيانا كثير نكون نرد يعني، فالشيخ كان لما معاذ يغلط في حتى حكم او تشكيل يرجع. هل صحيح شيخ معاذ كنت اذا 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 ذهبت الى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعه جزء مثلا واخطات خطا او وهذا وهذا السفر يعني ترى على فكره ترى الشيخ معاذ يسافر الى الشيخ يعني يذهب مع وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه. نعم نعم. هو يسافر يعني سفرا طويلا حتى يحفظ. تخيل أنني كنت أذهب إلى الشيخ ومطر في نصف القرآن الأول كم يوم؟ كم يوم؟ 3 أيام. 3 أيام في الأسبوع. 3 أيام فقط. نعم. كنت أتحايل عليه، كان أول يوم يومين فقط. تحايلت عليه محايلة شديدة لأذهب إليه 3 أيام، وكان يوقفني على معاني شديدة. نعم. يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط 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 هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة؟ والله كان يفعلها. الله أكبر. في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا. نعم. ولكني سمعت أنك عفريت شوي. الحمد لله ربنا ألعب علي. نعم. هو شال مني البصر سبحان الله، والحمد لله وعلى هذه النعمة أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي البصر. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعض من العذاب، وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن، فعسى أن يخفف عني، فالله يدخل من يشاء في رحمته، ولكنه ألعم علي بالقرآن، وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط وليس معي أحد، ولكن أبي يخاف علي. تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله، ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ الحمد لله على كل حال. ما شاء الله يا شيخ معاذ، أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لابن القيم. نعم. ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله: ما أغلق الله بابا لعبد بحكمة إلا فتح له بابا. يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنك أنت فقدت البصر؟ لا لا لا، في كنت هنا في يعني الصغر. البعض يشعر بنقص في الصغر كنت أغضب، لن أكذب عليك. نعم. كنت أغضب أحيانا، لكن الآن الحمد لله لا أغضب، فهذا قضاء الله وقدره. نعم. للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة. نسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوس. اللهم آمين. فرت همومي وانشرح قلب لما تليتك كل الأحزان فرات، يا محكم القرآن يا مسك ختوم أنفاسي من دونك أبدا.
أبد ما استقرت. مهم جدا وأنت تحفظ القرآن أن تحفظ بمصحف واحد، يعني لا تحفظ اليوم جزء بمصحف بعدين تروح تغير شكل المصحف. المصاحف كثيرة وطباعات المصاحف مختلفة تماما. اليوم لما أنا أقول لك تعال احفظ القرآن من مصحف واحد تسألني تقولي فهد شنو السبب ليش يعني كله هو قرآن؟ يعني أنا أقول لك لا، حافظ القرآن لما يقرأ القرآن ويفتح المصحف يصور هذا المصحف في عقله وذهنه وما ينسى مكان الآيات. فلما يقرأ من المصحف مثلا أنا الحين وأنا حافظ القرآن أعرف أن في سورة فصلت مثلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أدري أنها راح تكون في الصفحة هذه الشمال فوق. لما أقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق في سورة الفرقان أعرف أنها هي نفس المكان. إن للمتقين مفازة في سورة النبأ أعرف أنها هي على اليمين فوق. فتصور القرآن على المصحف هذا في طباعات للمصحف مختلفة يتغير مكان الآية، فأنت يعني يختلف عليك المصحف ويختلف عليك الحفظ. هذه من الأمور اللي هي تعينك على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنا أنصحك بمصحف المدينة اللي هو بمجمع الملك فهد اللي هو أخضر وأزرق. ليش أنا أنصحك فيه اليوم؟ لأنه طباعته واضحة ما شاء الله. ثانياً يبدأ الوجه بآية وينتهي بآية في طباعات مختلفة، لا يعني لا يبدأ بآية ولا ينتهي بآية. أيضا الجزء كامل يكون 20 وجه، يعني تعرف أن كل جزء في القرآن في هذا المصحف يكون 20 وجه، وبهذا يسهل عليك حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه من الأمور اللي تعينك، احرص أن يكون عندك مصحف واحد تحفظ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. معنا الآن حافظاً متميزاً خريج هذا المركز، مركز الجامع الأخضر، الشيخ ولي حفظه الله. شيخ ولي حفظك الله، ما هي قصتك مع القرآن وبدايتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ بدأت حفظ القرآن في عمري 8 سنين، أكملت حفظ القرآن في 10. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا قلت في بداية اللقاء أن أنا معي لقاء متميزا من الحفاظ، ليس فقط حافظ بل هو متميز يحفظ القرآن برقم الصفحة. ما شاء الله يحفظ القرآن، ما تسأله في الآية، تسأله برقم الصفحة ويجاوبك. فنقول قبل أن نبدأ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله. نبدأ بإذن الله. رقم الصفحة 273. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل سؤال آخر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حفظك. رقم الصفحة 401. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. شيخ ولي، كيف وصلت إلى هذا الإتقان؟ ما شاء الله، يعني ليس الأمر بالسهل. أنا أحفظ القرآن كاملاً ولكن لا أستطيع أن أسمع القرآن ما شاء الله تبارك الرحمن بمثل ما أنت تحفظ برقم الصفحة. عندما أردت أن أحفظ القرآن نظرت وأبصرت رقم الصحيفة وبقي في عقلي، ثم أعلن أساتذي أن هذا نعمة كبيرة جدا وخاصة عظمى، ما كنت أدري أن هذه خاصة لي. رقم الصفحة 451.
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. أحباب في الجنة تحيتهم سلام، حفظ شرفهم كلام رب الأنام، بيرتلوا في الليل وأطراف النهار، يا رب تجعلهم مع السفر الكرام. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا.